أهلا بكم في ترند. عبر حسابه الشخصي في تويتر هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوما للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي. مرحبا بهذه الخطوة التي تجسد معاني التقدير والتكريم للعاملين في القطاع الصحي وما يبذلونه من جهود في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. بشكل يومي وعلى مدى 4 أشهر كانت وما زالت الطواقم الطبية البحرينية تبذل كل طاقتها في علاج المصابين بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين، وتوجه رسالتها للجميع: الالتزام يؤدي إلى الانحسار والاستهتار يؤدي إلى الانتشار، فالتزم بمسؤولية. خلونا نتابع الفيديو اللي نشرته وزارة الصحة على حسابها الرسمي في انستغرام. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كل من وضك الخليج يعني، فما كنت مستوعبة الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت أحسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض ما أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2 أو 3 أيام، ليالي وأيام ما يدرى عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين صف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان وإلى يعني نخليهم على الرأس. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هالمرض مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في إن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته وإنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض مثل أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر إن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل: الالتزام يؤدي إلى الانحسار والاستهتار يؤدي إلى الانتشار، التزم بمسؤولية. يعقوب يوسف بهزاد أصبح حديث الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، فهو أصغر متطوع في جائحة كورونا كوفيد-19، إذ يبلغ من العمر 11 عام وحضر عمليات التعقيم ضد فيروس كورونا في البحرين مع فريق شباب القدسية 69 مرة، وهو رقم قياسي للمتطوعين في الفريق سواء من هم بعمره أو أكبر منه. ما زال الشباب البحريني يحصد المزيد من الإنجازات هذا العام، فقد نشرت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبر فوز الطالبة البحرينية الموهوبة سارة السيد عباس ذات 10 سنوات بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في جائزة مبادرة أصدقاء المكتبة في الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبمشاركة كوكبة من كتاب أدب الطفل في الكويت والوطن العربي. وتألقت سارة في منافسات كتابة القصة ضمن هذه المسابقة النوعية المقسمة بين الشعر والقصة بمشاركة 12 دولة عربية. حقق هاشتاغ تحيا مصر وعاش السيسي تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول خليجية وعربية بعد الخطاب الذي ألقاه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي لوح فيه بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا لحفظ أمن واستقرار الدولتين. وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الرئيس المصري حول ليبيا والجيش المصري بتحية إجلال للجيش المصري ولأرض مصر، مؤكدين أن الجميع لن يرضى أن تمس مصر بأي سوء. تصدر هاشتاغ يوم الأب العالمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عبر المغردون من خلاله عن حبهم وتقديرهم لأبائهم لدورهم الكبير في رعاية الأسرة والأبناء، كما عبروا عن حبهم واحترامهم لهم. نتابع بعض التغريدات. تحية لكل الآباء والأمهات. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باشر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.